كان اكو واحد كلش فقير، وكان يعيش بهاي القرية البسيطة. طبعا كانت هاي القرية بها فقط قروين وبها مجموعة من الحيوانات والخرفان والابقار والخنازير والكتاكيت. اما في يوم من الايام كان اكو واحد عنده بيت اسطوري مال ريمبو، وهذا الشخص كان اسمه اوغا. ولكن في يوم من الايام اجى هذا الشخص اللي كان يعيش بذيك القرية ورايد يروح لهذا اوغا وحتى يطلب من عنده المساعدة ويصير يعيش يمه، لان بالقرية كانت هناك هواي ضجيج وهواي قروين دوما يصيحون، يعني كان وضع بكل اختصار كلش سيء. وهذا الشخص اسمه امير اللي يعيش بالقرية، والشخص اللي عنده بيت مال ريمبو كان اسمه اوغا. فاذا تردون تعرفون شنو صار بين اوغا وامير سلو، ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات وتابعوا هذا المقطع حتى النهاية. صباح الخير، طبعا انا عايش بهاي القرية وبالصندوق مالتي عندي 4 استاكات خشب، ويلا بسم الله الرحمن الرحيم لازم اليوم انا باي طريقة اروح ادور لي على شغل. واو شوفوا يا شباب، والله الخرفان مالتي صار الصوف مالتهن طلع صار عندهم صوف شباب، فخلي نلزمن الكماشة ونروح نكمش كل الصوفيات. واو شوفوا الخرفان الصفراء على الخرفان البنفسجية على الخرفان الخضراء على الزرقاء على الوردية، واو والله كلش الوان حلوة يا شباب. تعالوا لازم انه اني اكمشن كلين، يعني والله الصراحة اني امنيتي انه اني يكون عندي بيت مال ريمبو او بيت مال الالوان، وهنا أنا عندي كمية كلش هواي مال خرفان، عندي هنا كمية كلش هواي مال ابقار خلي انكاثرن، اي بعد اكو هنا خروف عنده شو اسمه عنده هذا الصوف الازرق خلي نكمشه، او كافي بعد ما اريد اكثر من كذا. والله حصلت لي هواي الوان، والله حصلت لي اللون الاصفر واللون الاحمر والبرتقالي والبنفسجي والازرق والازرق داكن والاخضر، فكلش زين. خلي اقتل لي هسه شوي بقر حتى على الاقل انه اني اروح اكل من اللحمه شوي، يعني يجوز راح اجوع بالمستقبل فخلاص اخذنا 5 حبات لحم كلش زين. خلينا نطلع هسه نطلع من الباب هذا، نسد هذا الباب ونطلع هنا، أنا ماكو باب. او ماي جاد اوكي خلينا نطلع من هنا كلش زين. يلا هسه خلي اخذ القارب مالتي واروح للمدينه، طبعا اني مسكين اعيش باي القريه يا شباب. يلا ماكو مشكله خلينا نلزم هذا القارب ونطلع. هاي شنو يا شباب؟ او ماي جاد اكو هنا محل اسطوري، لازم اني اروح. شنو سالفه هذا المحل يا ربي؟ او ماي جاد خلي اروح اطبق هذا القارب مالتي بهذا المكان. او ماي جاد والله العظيم مليت من هاي القريه. اوكي وصلت كلش زين. يلا هسه خلي اروح اشوف شنو السالفه. هذا منو يا ساتر؟ او ماي جاد شباب والله العظيم اي لازم اقلد اني، هذه لازم اسوي مثلي. اوكي خلي اسوي لي بلوكات برتقاليه وبلوكات هاي البنفسجيه وبلوكات الزرقاء، يمي بالله راح اسوي لي محل احسن من عده هسه. اوكي اوكي كلش زين، اوكي راح اخلص المحل والله راح يصير عندي محل كلش زين. اوكي حلو بعد عندي باقي شوي بلوكات. او ماي جاد والله كلش فرحان اني. اوكي لا بقات لنا فقط 7 بلوكات صفراء يا شباب، ما يكفن حتى اني خلصت المحل مالتي. والله العظيم اني كلش حزين. طيب الباب مفتوح يا شباب، خلينا ندخل نشوف من هنا. يا ساتر هذا شنو السلام عليكم. هلا والله. وعليكم السلام. لحظه انت مين وش تريد من عندي؟ اجيت انا يا امير صديقك من زمان عليك يا اوغا، والله العظيم مشتاق لك. هلا والله. لحظه يقرا اسمك. لحظة امير سلو، والله من زمان عليك مشتاق لك والله العظيم. صديقي امير سلو اهلا تعال شوف الشغلة، تعال خلاص والله العظيم انا كلش فرحان لاني قابلت اوغا بعد غياب سنة كاملة، تخيلوا سنة كاملة ما ملتقين ويا بعض. شباب بنات اذا تردونك كل يوم نصور ويا اوغا ضغطوا لايك. اوكي يلا اوغا شنو عندك اليوم؟ امير انا من زمان ما مصور معاك وبهاي الفتره كلها شوف اي شباب تحت هذا المحل مال ريمبو. والله ما شاء الله عليك، ولكن هذا بيت مو محل مو هيك؟ لا محل، هذا محل انام بيه، وايضا هو عباره عن بيت. شوف بيت ومحل كل شيء عندي. تعال جرب هاي يا امير، جرب هاي. اوكي او ماي جاد والله حلوه كلش حلوه. ممكن تنطيني اياها يا امير؟ والله اني بصراحه ما اريد اكسر بخاطرك وازعلك، بس والله اني فتحت المحل مالي وتسلفت فلوس من اصدقائي، فما اقدر اعطيك اشياء مجانيه، اتمنى تدفع لي فلوس. اوكي خلص ما اريد، يلا مع السلامه، انا زعلت، يلا باي. لا شباب بنات امير سلو زعل. شباب شنو رايكم اعطي هاي الخوذة الاسطوريه؟ طيب ما تنطيني هاي الخوذة، على الاقل انطيني شيء ثاني من نانا، مثلا تستبليت ورديه
او تشست بليد برتقالية. ها اسمعني اني لان احبك وانت اعز اصدقائي راح اعطيك هاي القبعة اخذها، بس توعدني انه ما تخبر اي شخص انا اعطيتك شيء مجاني لان صاحب المحل راح يزعل من عندي. اوكي شكرا لك. واو حصلنا الخوذة للطير والله رهيبة. يلا يلا امير. اسمعني امير اريد من عندك شغلة تساعدني بيها، بس اتمنى ما ترفضها. طيب شنو هاي الشغلة؟ بس قل لي عليها. اسمعني اني حاليا اريد اروح للمدرسة ومتأخر كثير كثير، فاريدك تبقى بالمحل مالتي تحرس المكان وان شاء الله. هذا بيت 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 مو محل. خلاص خلاص بالمحل بالبيت، تبقى بالبيت مالتي تحرسه لحد ما ارجعاني. بس يا ويلك تغادر، اكو حرامية يردون يسرقوني. اوكي اوكي ماكو مشكلة، راح ابقى هنا احرس البيت مالتك. اوكي اوكي بس خلي احذرك من شغلة، اني هاي الصناديق اللي عندي داخلين شغلات رهيبة يا ويلك اذا تنسرق. أوكي اوكي خلاص خلاص ما راح افتحين، خلاص راح ابقى هنا انا احرس لك بالبيت مالتك لين ما انت ترجع. اوكي اوكي وهذاني راح ارجعها، وهذاني راح ارجعها للمكان مالتي. هاي راح نخلي او لا اسف اسف دقيقه خلي اكسرها، اسف اسف خلي ارجعها بهذا المكان، وهاي خلي ارجعها بهاي المكان. كل شيء زين. اي اوكي وراح اشوف امير وينه. امير انا هنا هنا انا هنا. هلا هلا والله هلا والله. انا راح اروح عندي شغل ان شاء الله، بس ارجع. اوكي يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. مع السلامه. اوكي يلا يلا خلي اروح انا. ليتس جو. والله بمن هذا اوجا صديقي وعنده محل، اقصد عنده بيت مال ريمبو، يعني انا ما يصير اقلده لانه صديقي ما يريد انه اي شخص يقلده، فخلص انا راح الغي لي هاي الفكره وراح افلش لي كل هاي البلوكات اللي عندي. يلا انا بعد كل شيء ما اريد هسه، خلي افلش هذني كلن واخلص من هذه، اخلص من هذا المحل مالتي. الحمد لله والشكر على كل حال. اوكي اوكي يا شباب، طبعا هسه اوجا راح واني ما اعرف شنو لازم اسوي، يعني يعني احب اقاهد شيء احرس هذا البيت مالته الرينبو. والله العظيم كلش جميل وهذا البيت مالته، ولكن اني هسه ما اعرف شنو راح اسوي شباب. والله العظيم اني اريد افتح صناديق مالته واريد اشوف شنو داخلين. يلا خلص راح افتح لي بس صندوق واحد وما راح اسرق ولا شيء. شنو سويت انا؟ شنو سويت؟ شنو سويت؟ التورشاي هاي لازم ارجعها. اوكي فنفتحها وما نفتح، نفتحها وما نفتح. اوكي خلاص راح نسوينا قرعه، نفتح او ما نفتح، نفتح او ما نفتح، نفتح او ما نفتح، نفتح. او ماي جاد البلوك البرتقالي تقول نفتح. افتح ابو المور. يا ساتر شوف كميه اللابز لازلي، اكو بكاكس دايموند. واو خلص خلص راح اخذ لي هذا ستاك اللابس لازلي. اوكي اوكي راح اسوي لي بي محل بهاي الطريقه. اوكي كلش حلو والله العظيم. انا خاف يجي اوجا بالمدرسه يشوفين. لا 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 بطلت بطلت، لا 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 خاف يزعل علي. يا شباب خلي افلش لي كل هاي البلوكات، لازم انه اني ما استخدم هذني اللابسات لازليات على مود هو يعرفين يعرف اوجا لي اني سارق، لان اني مو سارق والله العظيم اني مو سارق مو سارق مو سارق. اوكي خلي نكسرن كلن ورجع لي اللابس لازليات مالتي، واني مالي علاقه ما ادري شنو سالفتن هذني اللابس لازليات. يا شباب خلي رجعن كلهن ماكو مشكله. طيب دقيقه اني لازم اسوي لي بكاكس، لان هاي البكاكس مو مالتي شباب. اي خلي اسوي لي اني بكاكس من الخشب، فخلي خلينا هنا البكاكس ونشوف. اوكي فاذا نجيب لنا هسه خشبايه هنا. او او اوكي دقيقه شباب شنو صار؟ دقيقه المفروض انه احنا اكو بلوكه نقدر نصنعها. او ماي جاد شباب بهاي الطريقه. اوه شوفوا البلوكه اللي قدرنا نصنعها شباب، صنعنا استاك بلوكات زرقاء اسطوريه باللابس لازلي مالت اوجا. واو شنو رايكم انه اني اسوي لي بيت مثل صديقي اوجا؟ يلا سريع سريع قبل تصير الدنيا ليل شباب، قبل يجي اوجا. دقيقه خلينا نحسب من البلوكه، ايش قد بلوكه؟ بلوكه 2 3 4 5 6 7 8. اوكي 8 ب 8 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8. او ماي جاد او ماي جاد والله 2 3 4 2 3 4. اوكي اوكي هاي خلينا نكسرها شباب لان هذا المكان مال الباب. واو شوفوا شوفوا البلوكه مال الزرقاء كلش كلش حلوه يا شباب. واحد اثنين اوكي سريع سريع خلي نكمل هسه نبني. والله العظيم اني كلش فرحان يا شباب لان اليوم راح انام، ولكن مو بالقريه ذيك مو حلوه شباب اللي كلها قرويين ورعين. احنا خلاص اليوم راح ننام بهذا البيت مالتنا الاسطوري الازرق الخنفشاري. لا لا والله كلش حلو شباب، كلش فرحان اني والله اليوم كلش كلش فرحان. اوكي كلش زين هسه راح نسوينا هاي هيك وهاي هيك، ولازم يكون عندنا باب. سوينا باب بهاي البساطه، فسوينا باب عادي
عادي خشبي ف واو صار عندنا تقريبا اوكي دقيقه راح اخمط لي تورتشايه ماكو تورتشايات هنا لا راح اخمط لي تورتشايه من عند اوجا راح اخمطها من عند اوجا شباب لانه والله عارفين البيت مالتي ظلمه يعني ايش ترضون بيتي ظلمه واو والله رهيب ولكن يرد لي بعد هسه شوي لابس للزليات يا شباب حتى اكمل البيت مالتي ان شاء الله اوجا ما راح يقول لي لا ما راح يزعل علي يا شباب خلي اسوي لي بعد لابس للزليات حتى اقدر احول الخشب الى خشب ازرق وبالتالي اكمل لي هذا البيت ويصير مثله مثل بيت اوجا الاسطوري والله العظيم فشي كلش كلش حلو اوكي دقيقه هسه شنو راح اسوي راح نسوي لنا هسه هذا او سوينا 56 بلوكه كلش زين هسه تتوقعون نقدر انه احنا راح نخلصه او لا ما اعرف الصراحه اني خلي نجرب نكمل نترس هذا كل بلوكات زرق بهاي الطريقه واو واو خلص خلص البيت شباب خلص البيت اوكي سوينا فقط هاي الحركه بمجرد ما نسوي هاي الحركه نكون احنا رسميا قدرنا انه احنا نخلص البيت وخلاص شباب راح اروح من ذيك القريه بعد ما اريد شيء من عنده اصلا موجود فقط سرير واحد راح اخذ لي سرير من عند اوجا وراح اسيراني كلش كلش فرحان اوكي كلش زين او ماي جاد خلصنا البيت يا شباب خلص البيت فشي كلش زين اوكي نرجع نفتح لنا الكرافتنج تيبل مره ثانيه او يحتاج لنا بعد شوي لابس لزوليات شوي لابس لزوليات اوكي نجيب ماكو مشكله هاي الكميه كلش كافيه حتى انه احنا نقدر نحصل من خلاله الشيء اللي احنا دريده او البلوكات الاسطوريه الخشبيه الزرقاء فا اوكي باقي ثلاث حبات وحده اثنين وهاي ثلاثه كلش كلش زين نصعد فوق وش راح نسوي لازم كرافتنج تيبل ولكن شباب ما لازم اصرف حرفيا كل الخشبيات اللي عندي لان يجوز راح نحتاج لهم بالمستقبل خشبيات نسوي لنا 44 حبه ان شاء الله يكفن ان شاء الله يكفن هذني 44 حبه الله خلصنا البيت شباب خلصنا البيت والله العظيم اني كلش فرحان بس ان شاء الله اذا اوجو ما يدري انه اني سرقت له هذا شو اسمه مالتي وما عندي شو اسمه هذه ما عندي شو اسمه مكان اخلي لي بيه الصناديق يلا ماكو مشكله راح اخلي اسوي لي صندوقين بهاي الطريقه هنا ان شاء الله راح يكون مكان الصناديق يا شباب اوكي دقيقه هذني ان شاء الله الصندوقين راح اخليني بهذا المكان اوكي يحتاج لنا انه احنا نسوي شنو شفل اوكي هسه خلي اسوي لي شفل حتى افلش لي كل كميه الديرتايات اللي موجوده ولكن قبل اسوي الكميه مال الديرتايات احتاج لي انه اني انسى اسوي لي دروع شباب دقيقه ولكن الدروع شلون ينصنعن اوكي يحتاج لي بلوكات مال لابس لازولي شباب اي والله صدق 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 خلي تجمع لي بلوكات والله اوجا ما شاء الله شباب شوفوا عندي هواي ستاكات يعني ما راح يزعل علي انه اني اذا او لا مطرة الدنيا يا شباب يعني اكو احتمالية كلش كلش كبيرة ان هسه اوجا راح يجي الله يستر من هذا الشيء والله الله يستر يلا اوكي جمعنا كمية كلش زينة نرجع ندخل البيت مالتني فبمجرد ما احنا سوينا كمية كلش اسطورية مال البلوكات يعني نقدر سوينا تشست بليت وبوت واو شباب صار عندنا تشست بليت وبوت ملابس لازلي بقنا فقط البنطلون لازم اسوي لي بنطلون باي طريقة كانت يلا ماكو مشكلة عادي هسه اسوي لي بنطلون وبالتالي انه اني هسه اكون محمي كلش اوالي ان والله العظيم اني خايف اسيج الوحوش ولا تورط حرفيا اتورط اذا راح يجون الوحوش يا شباب اوكي خلي هسه ذني كل افلشن واسوي لي هسه او لا يحتاج لنا بعد حبه لك شنو هاي او ماي جاد اوكي نسوي لنا هسه بلوكه زياده كلش كلش زين وهسه نسوي لنا البنطلون الجميل الاسطوري الله عليه انا شباب والله العظيم اني كلش كلش فرحان يا شباب عندي شافل مو هيك اي موجود الشافل هسه اني راح ابقى افلش لي كل هاي البلوكات اللي موجوده هنا واغيرها شنو اغيرها الى البلوكات الزرقاء الخرافيه الاسطوريه واو لا رهيب شباب وهنا لازم يكون مكان السرير شباب اي والله العظيم اي لازم هذا يكون مكان السرير ولكن انا هسه عندي مشكله شو اسمه ما عندي سرير شباب لازم ارجع للقريه مالتي وما ادري شنو والله راح اتعب شباب فاللي راح يسوي انه انا هسه راح اروح اخذ فقط كميه كلش قليله من عند اوجا يا شباب والله العظيم كميه او بقالت انا 8 حبات شو اسمه خشبيات او ماي جاد شباب والله خلصن البلوكات الزرقاء وقت ما احنا خلصنا كل شيء فكلش تمام اوكي خلي اخذ لي هسه التورتشايات من عند اوجا خلاص ما راح يزعل علي اكيد صديقي اوجا وصديقي فراح ما راح يزعل علي وراح اخذ لي سريرين هذني الاسطوريين والله يا ريت انه يكون سرير ازرق اوكي خلي اسد له الباب مالته وهسه خلي ندخل للبيت مالتني واحنا خلي تورتشايات عندنا وخلينا السرير الاول والسرير الثاني بهذا المكان وبهذا المكان وكلش زين هسه جا الوقت المناسب حتى احنا نروح ننام اوكي شنو نقدر نسوي بالهذا اني يلا ما اريد شيء ثاني يلا هسه خلي نروح ننام احسن ان تصبحون على مليون تريليون خير واخيرا اني رجعت من العمل مالتي طبعا اني مجهز لكم مفاجاه كلش كلش حلوه اوكي خلي اروح هون اوه هذا شنو يا ساتر
هذا بيت له محل أزرق. أوه صاير يم البيت أو المحل مالتي. يا ربي لحظة هذا منو؟ أوه هذا أمير سلو. والله شكله نايم. شباب بنات أنا ما راح أزعجه، بس لحظة والله شكله أمير سواله محل مدري بيت. أنا ما أعرف شنو اللي جاي يصير. خلي أروح أجيب الهدية اللي أنا راح أعطيها الأمير سلو، لأن هو حمل بيت مالتي وما خلى الحرامية يسرقوني أو ما خلى أي شخص يسرقني. طبعا أنا مجهز هدية كلش 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 حلوة الأمير سلو. أوكي خلي نروح ناخذ القارب مالتي مال السفر. أوه والله أنا جعت. أوكي خلي أكل شوية لحم. أوكي يلا أكلت الحمد لله. خلي نصعد بالقارب نشوف بي وقود لو ما بي. اوكي لحظة. اوه والله شكله بي وقود. لحظة خلي اطلع عني. اوكي اوه والله شكله بي وقود. اوكي يلا خلي نمشي. امشي يا قارب يا غبي. تمام لحظة اعتقد منه. يا ربي ليش ما جاي يشتغل. اوه منا شوفوا. هلا حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي منا. ايه هلا والله اشتغل. اوه انقطعت الصندوق. اوكي انقطع الحبل. يلا مو مشكلة شباب بنات. انا وصلت للقرية الحمد لله والشكر. اوكي خلينا ننزل من هنا. اوكي يلا وين الباب يا ربي. اوكي ندخل من هنا. اوكي خلينا نروح للقرية يا شباب ويا بنات. اوكي وخروا يا مزعجين. تمام اخربت المزرعة مو مشكلة. طبعا شباب بنات انا لازم اصعد لهذا المخبأ الاسطوري اللي صاير فوق هاي البيت مال الشجرة. انا شلون راح اصعد له؟ طبعا ما اقدر، فلازم اجيب لي شوية خشب لان هذا البيت سري ما حد يقدر يصعد له. عبالكم اكو سلم؟ لا ماكو. اوكي يلا يا شباب ويا بنات. اوكي الا اكسر هاي، والله العظيم الا اكسرها اليوم. يلا اوكي شباب بنات مثل ما جاي تشوفون هسه جمعنا هذا الخشب. هسه خلينا نصعد يا شباب ويا بنات. اوكي يلا نصعد. من وين الطريق؟ من وين الباب؟ اوكي مو من هنا الباب. او من هنا الباب متاكد مليون بالميه. يس منا الباب يا شباب ويا بنات. اوكي يلا انا وصلت الحمد لله والشكر. طبعا انا بصراحه راح اعطي هديه كلش حلوه لصديقي امير سلو. ليش راح اعطيها اله؟ لان انا وعدت انه اذا يحمل بيت مالتي من السرقه راح اعطيها اله، بس اذا البيت مالتي انسرق ما راح اعطيه شيء. يلا اوه ماي جاد. يلا انا دخلت. اوكي هاي لازم نكسر هالخشبة، انا خليتها بالغلط. طبعا انتم تشوفون هذا المكان عادي، بس شوفوا شنو اللي موجود هنا. شوفوا يلا 3 2 1. شوفوا هاي الاداة الاسطورية اللي موجودة دايموند هو. اوكي شنو هاي الاداة؟ هسه راح تشوفون. اوكي خلي اشوفكم. طبعا تشوفون كل شيء ما جاي يصير من استخدمها. اوكي شوفوها مرة ثانية، راقبوا هذا عبارة عن اداة اسطورية. خلي اشوفكم شنو تعمل. لحظة يا اساطير. اوكي خلينا ننزل اول مرة واروح اشوفكم شنو راح تعمل هاي الاداة الخنبشارية. شوفوا الشباب بنات انتم تعرفون يعني اني مثلا اذا اريد ازرع المزرعة مالتي شوفوا بهاي الطريقة يعني كذا مزعجة ومملة واخذ كثير وقت، بس اني لان احب امير سلو جبت له هاي الاداة الاسطورية. شوفوا اوه بضغطة زر واحدة. خلي اشوفكم. اوه يا ساتر هاي منين جبت الاداة؟ انت ما لك علاقة. اني اسف. اوكي ها يردون يسرقون الادوات الرهيبه الاسطوريه مالتي. يا ربي والله ما اخليهم. اوكي يا عيال. اوكي يلا خلي نروح. اوه ماي جاد. اوكي يلا رجعنا. والله هذا القارب كثير حلو شباب بنات. اوكي خلي انزل اني. اوه والله طحت بالماي. اوكي مو مشكله راح اشوفكم هاي الاداه شلون تشتغل. لحظه خلي نشوف كم بلوكه تحفر او تحرث. اني اتوقع 49. اوكي نحسب 1 2 3 4 5 6 7 7 ومنه 1 2 3 4 5 6 7 7 في 7 49 بلوك بضغطة زر. يعني مثلا شوفوا شباب بنات السرعة مالتها. شوفوا السرعة. شوفوا يعني هاي كلها اقدر احرثها بسهولة. تشوفون هلا والله يا اساطير. شوفوا الابداع، شوفوا التطور. والله العظيم اداة خنفشارية. اوكي عاد احده. اوكي هلا والله. اوكي يا عيال تشوفون. اوكي لازم اساويها. اوه ماي جاد تشوفون هاي اني كلها بكم ضغطة زر سويتها بثواني، بس لو بهاي الاداة القديمة تشوفونها لا والله راح اطول كثير. تشوفون يعني مثلا تشوفون راح اطول كثير مثل ما جاي تشوفون. فاني عندي هاي الاداة الخنفشارية هلا.
هلا والله هلا والله هلا والله. هاي شنو هذا الصوت؟ شنو هذا الصوت؟ هاي منو؟ منو هذا الشخص اللي يروح الامير اللي جاي يخرب بالمنطقة مالتنا؟ شو السالفة؟ يلا امير امير تعال اطلع شوف يا اخي روح يا اخي روح انا بعدني نايم بعدني اريد انام بعدني اريد انام. اقعد اقعد من النوم اقعد يا امير يلا يلا خلي انتظر الشباب بنات لحد ما يفتح لي الباب. يلا يلا جايك يلا يا اوجا اجيتك اجي اوجا. هلا هلا والله هلا والله هلا شلونك 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 هلا. هذا التصميم الازرق شنو هذا؟ ما افتهمت اني. اي طبعا اني عندي خرفان بلونهن زرق وهذني الصفايات مالتهن فحولت الصوف الى خشب وقدرت اسوي لي هذا البيت. ايه لحظه هذا خشب لحظه. ايه خشب. إيه والله هذا خشب ازرق يا امير. ايه خشب 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 لا خشب يكون سرقت اللابز لازلو اللي مالتي. لا لا شنو اني والله العظيم اخذت لي بس 64 حبه كلش قليل. اوه لا مستحيل لا يا امير الباب مالتي ما ينفتح. فتحه افتح الباب. ايه اوكي ادواتي خليني اتاكد منهن. الخوذات الخوذ كلهن موجودات. التشست بليد كلهن موجودات. البلوكات موجودات. الملابس موجوده اوه هنا بعد وحده. وين هي؟ اوه انا اعطيت لك هديه. مو هديه اعطيتني اياها. لحظه هذا كان فارق هذا الصندوق. اوه بعد يا امير بعد استكين بلوكات. وين راح نجاوبني وين؟ رجعت شوف رجعت رجعت والله العظيم. لا 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 يا امير حسبي الله ونعم الوكيل. والله السالفه كنت السالفه كلها اخذت لك استاكن احد اصدقائي. اي السالفه كلها اخذت لك استاكن لابس نزلي وساريريا. اوه الشربايه مالتي وين؟ اوه يا امير انا كنت اثق بيك بس انت طلعت مو ثقه وانا عود جبت لك هديه. شوف هاي شنو جبت لك. تعال شوف تعال تعال شوفني شوف شنو جبت لك. واو هدية رهيبة. جبت لك هذا السلاح. جبت لك بعد هدية اسطورية واعطيتك الخوذة الغالية هاي مال الطيران بس انت مع الاسف عليك طلعت شخص سيء وخائن وما تستاهل كل هاي الثقة. رجع لي الخوذة مالتي يلا رجعها رجع يلا. هذا بعد ما اريد شيء خلاص حتى يلا روح مع السلامة مع عليك. خلاص انطيني اكس اوك انطيني اكس خلاص ما انطيك اي شيء. انطيني اكس انطيني اكس انطيني اكس انطيني اكس اخذ انطيني اكس خلاص راح اخلي ما اريدك تجي لي بعد. خلاص انا بعد ما اريد بيتي بعد كل شيء ما اريد. لا اريد لا بيت لا اريد كل شيء ما اريد كل شيء ما اريد كل شيء ما اريد. لا 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 يا امير لا تزعل لا تزعل. لا لا خلاص 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 خلاص. لا 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 خلاص بعد ما اريد ارجع لا 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 تزعل لا تزعل. اتكلم وياك لحظه يا امير لحظه يغذ كل شيء كل شيء يغذ كل شيء. لحظة يا أمير لحظة يا أمير يا ملك الحمير خلينا نتكلم شوية. احترم نفسك أنا مو ملك الحمير أنت هو ملك البعرور يا خرع. أوف يا رب. لحظة يا أمير اسمعني اسمعني أريد أتكلم وياك. أنت تعرفني أنه أنا أعز أصدقائك بس ما يصير تستغل صديقك بهاي الطريقة. والله العظيم لو كنت طلبت من عندي بيت سيارة أجيب لك اللي تريد أنطيك حياتي كلها فدوى إلك بس ما يصير تستغفلني وتستغني بشغلة هاي مثل هاي. أوكي أمير اسمعني أنا مستعد أعطيك هاي الأدوات كلها بس لو تطلب من عندي أنطيك الدنيا كلها. ما يصير تضحك علي وتخونني يعني لازم تعتذر من عندي حتى نتصالح. اي ولكن انا الصراحه من كنت احرس بالبيت مالتك مليت لحالي. قلت شو اسوي شو اسوي خلي اسوي لي تصميم. قلت خلي اسوي لي بيت لان انا الصراحه شو عايش باي عايش باي القريه المو حلوه كلش بيها قرويين وبيها والله هواي قرويين اكو والله دمروني ما يخلوني انام بالليل. والله تعبت من هذول القرويين. قلت خلي اجي يم صديقي اوجا ولكن هسه بعد شنو خلاص بعد خلاص كل شيء راح خلاص راح افلش هذا. أنا امير لا 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 يا امير لا خلاص انطيني اكل. طيب انطيني اكل جوعان هذا اكل اخذ اخذ اخذ. اسمعني صحيح أنا اعز اصدقائك بس ما يصير تعمل كذا معاي. اوكي حتى لو أنا خليتك تحرس المحل او البيت مالتي ما يصير تسرق الاغراض. لو متصل علي والله كنت قلت لك اخذهن كلهم. اوكا وحش وحش زومبي تعال قتله تعال راح اموت راح اموت يا اوكا راح اموت تعال ساعدوني موت. عوف صديقي عوف صديقي يا وحش يا غبي عوف صديقي امير اوكي كتلة. يلا خلي احمي صديقي كفو. ايه كفو كفو يا اوكا كفو حميتك اني الحمد لله والله شكرا لك صديقي والله العظيم اني الصراحه راح اعتذر من عندك واني امير انتبه هذا عنده مسدس اوكا راح يقتلني هذا هذا مستحيل يموت هذا ما يموت هذا ما يموت هذا ما يموت. شوف شنو راح اعمل. عوف صديقي امير عوف صديقي امير موت موت لا اوكي لا لا موت اوكي همزين مات اوكي اوكي الحمد لله والشكر قتلت اني يلا يلا اوكي لازم نروح ننام احنا لازم نروح ننام
تعال ادخل 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 هنا ادخل. يلا جايك جايك اسمعني جايك. اسمعني يا امير اوكي خلينا نرجع اصدقاء اني وياك ونصالح. وهاي الهدية أصدقاء. من عندي لك اوكي اعطيك هاي الهدية بس مقابل شرط واحد. يلا مطرة الدنيا اوكي خلاص قلي شنو هذا الشرط. لازم ننام لازم ننام لازم ننام لازم ننام. الشرط هو يا امير انه لازم هسه المتابعين يحطون لايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس الاشعارات شباب بنات حتى اعطي هذا البيكاكس الامير اوكي. يلا شباب شباب وبنات اذا تردون نبقى اصدقاء على طول العمر واذا تردون بعد ننشر فيديوهات كل يوم اني اوغا ضغطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات ووصلوا هذا المقطع الى 10,000 لايك اوكي. اوه يلا. والله فكرة حلوة فكرة حلوة يلا تصبح على غير يا اوغا. يلا يلا انا خليه اروح انام وهذا امير الاكس ما ادري ايش اسمه اخذه اوه صدق صدق لازم اجرب اجرب واه واه والله حلو اوه رهيب 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 اوغا انقذني زومبي زومبي اوغا لازم اروح انام اوه هذا اللي عنده اسلحه اخذ موت موت ادخل لا 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 راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت راح اموت افلت 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 اي افتح الباب يا اوغا افتح الباب افتح الباب اوه دخل الزومبي دخل يلا يلا نام 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 يلا اصبح على خير اوه ضيق لي ضيق لي ما نقدر نام اكو وش اسمه اكو وحوش اكو لحظه لحظه اني خليه يطلع تعال تعال منا 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 كبير منا لا 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 افتح لي باب لا أوه.